أصلي صباح الخير يا بنتي، منيح إنك فقتي. صباح الخير. صباح الخير. بس أنتي من وين بتعرفي اسمي؟ لأنه زوجك طول الليل هو عم يهزي فيكي، واسمه فرهاد، وأنتي كمان طول الليل تهزي فيه. كنتوا نايمين جنب بعضكم مثل العاشق والمعشوق، وصرتوا تهزوا بأسماء بعضكم. الحمد لله على سلامتك إختي. هي بتكون كنتي جلشام وأنا اسمي سهر. فاق زوجك شي؟ يا ربي دخيلك، مو معقول شو هالحب هاد، قديش هو طويل وضخم، بس سحبته بإيديها التنتين من جوا السيارة هيك مثل كيس الطحين وأنقذته لزوجة. لما أنا وصلت كان الزلمة بتمدد على الأرض وهي واقفة. ما شاء الله هي ساعدتني لنحط زوجها بالسيارة. مانك متذكرة بنتي؟ لا. لما نام الرجال بهي الطريقة اتأكدت انه بخير، وانتي كمان يا بنتي رحتي بسابع نومة. ايه، اول شي قلت لحالي احسن شي رح خبر الشرطة او المستشفى لحتى اخلي مسؤوليتي، بس بعدين قلت لا يا سهر، هدول الاثنين ظاهر بيحبوا بعض واكيد هربانين من شي حدا، لانه ما في ريحة كحول طالعة من الرجال بنوب. استغربت كيف هيك بدون سبب فاتوا بالشجرة وعملوا حادث، عن جد ما بعرف. بعدين اطلعت فيهم هن اثنين، قلت ما في وراهم مشاكل ولا باين عليهم هيك شي، قلت اجاني ضيوف من السماء، افتحي هالباب يا بنت. قلت لحالي الرزق على الله، بلكي رزقتنا على ايدهم، شو رأيك بهالحكي؟ الله يبارك فيكم. بس وين نحن هلأ؟ مثل ما قلت لك قبل شوي، أنتوا ببيتي، أنتوا ضيوف عندي يا بنتي. لو سمحتوا فيني استخدم تليفونكم؟ الحقيقة في مشكلة بكل خطوط الضيعة عنا، كلها مقطوعة، بس حفيدي معه موبايل، شوي تانية بس يجيب تتصلي. بالأول تصحي شوي يا بنتي، ظهرك عم يجعك؟ شوي. بس بدي أسألك عن شنطتي وموبايلي، كانوا بالسيارة. أنت ما عليكي، أهم شي لا تتركي زوجك، مع أنه مو باين عليكي رح تتركي بنو. أنا رح روح جيب لكم غراضكم وشناتيكم وكل شي بخصكم وإجي فورا، ماشي؟ يلا لا تضلي قاعدة هون، روحي ارتاحي جنب زوجك، نام. ماشي، شكرا شكرا. فرهاد فرهاد، يلا قوم فرهاد، قوم يلا. شوي شوي. وين نحن هلا؟ ضيعة حلوة بمكان آمن، اطمن. شو صار؟ عملنا حادث. حادث شو؟ عملنا حادث بالسيارة. انت منيحة؟ ايه منيحة. طيب يلا قوم، خليني افحصك مرة تانية. يلا. شوي شوي، على مهلك. وين عم يجعك؟ طيب طيب استنى يفحصك. طيب تفضل. ليش ما قلتي لي ايدك عم توجعك؟ خلص خلص خلص، اترك لي ايدي، انا ما فيني شي، ما في شي، ما فيني شي، منيحه. على اساس ما كان فيكي شي؟ منيحه خلص. شايف صرتي تتعودي كثير على الكذب. الحق علي، عودني عليه. يلا شلح، خليني افحصك لو سمحت. تفضلي شوفي في شي. اوه ليك حزام الأمان جارحك هون شوي. طيب ما في شي، يلا ما في شي. لا بس لازم عقم لك ياها ضروري. منيح خلاص تركي، أنا متعود كتير على هاي القصص، لا تقلقي بقى. ايه ماشي. اتصلتي بشي حدا؟ لا، الهواتف هون معطلة، موبايلاتنا ضلوا مبارح بالسيارة، راحت سهر تجبلنا ياهن. مين هاي؟ صاحبة البيت، هي اللي لقتنا مبارح بالليل، لحسن حظنا انه صدفتنا فرهاد. بنتي أصلي، انت فايقة شي؟ ايه فايقة خالي سهر، تفضلي.
يا ما شاء الله، قام زوجك بالسلامة؟ ايه راح الهم يا ابني. ايه والله الحمد لله. اخ يا ولاد اخ، طلعتوا من مصيبة كبيرة، الله حماكم، تنذكر وما تنعاد. شكرا لك. يلا تعالوا كلوا لقمة، بتكونوا جوعانين، خليكم تسندوا حالكم. يلا قوم. ماشي. مو معقول قديش لطيفة هالمرة. يلا قوم خلينا ناكل لقمة، أنا جوعانة كتير. يلا راح الهم يا أخي. ايه والله الحمد لله يا أختي. هي كنتي جولشان وابني بالعسكرية. الله يجمعكم. تفضلوا، ما في شي من واجبكم. يسلموا إيديكي، نحن تعبناكي كتير معنا. هذا الموجود عنا يا بنتي، يعني ما في شي محرز، لا تواخذونا. ليش هيك عم تحكي؟ على شو بدنا نواخذك؟ يلا صحتين وهنا. أعطيني أنا بأسملك، خليكي عم تكذبي لشوف شو آخرتها. صحيح، من وين فينا نحكي تليفون أختي؟ دورت لكم على تليفوناتكم بالسيارة، بس ما في لا شناتي ولا تليفونات ولا شي تاني، بظن إنه ننسرقوا. لا بس هلأ لا تفكروا بهذا الموضوع، ماشي؟ الحمد لله إنه لساتكم عايشين. إيه الحمد لله. آخ أقسم لك هاي كمان؟ أنا بقسم لك وأنت بتاكلي. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. خدي لشوف. يسلم. يعني واضح انكم هربانين من شي حدا. يا ترى ابوها للبنت لاحقكم ولا اخوها وقرايبينها؟ اخوها وبيكون رئيس المفوضين. ما في حدا بيقدر يوقف بوش الحب ابدا. انتوا الاثنين خليكم سوا ولا تتخلوا عن بعضكم. صحيح انا جاهلة، يعني ما بعرف اقرا واكتب، بس انا بقدر اقرا من الارض واقرا من الهواء واقرا من الوجوه. انا شفت الحب الموجود بعيونكم وطار عقلي. لا ما بدي اكل، انا ماني جوعان وبس، وما في اي شيء تاني. مسكوا ايدين بعضكم واهربوا ولا تردوا على حدا. بتعرفوا زوجي الله يرحمه هيك عمل وقت رحنا مع بعض، مسكنا هيك بايدين بعض وهربنا. عن جد؟ ايه والله هذا اللي صار. ما كان في مصاري ولا املاك، ما في غير الاواعي اللي لابسينا، وما كنا نهتم لشي، ولحسن الحظ هربنا. ايه منيح. وانا هيك عملت، حاسس حالي كاني خاطفها. حابة تسمعي كل هالشي؟ تجاوزتوا حادث كبير، انتوا رجعتوا من الموت، كأنه هي رسالة من عند الله، لأنه كان عزرائيل جاي ليخطف روحكم وبعدين تراجع. طالما لسه عندكم أيام تعيشوها وطالما لساتكن عم تتنفسوا، أعطوا كل شي حقه، وبعدين كل الباقي مانو مهم أساسا، فاضي مثل هي الكاسة. شكراً هولي.